سلام يا سلام يا سلام. العنود واسياد، اسياد قادمه، الشامخه قادمه، الشامخه يا جماعه، الشامخه تبي الشموخ، الشامخه تريد ان تكون على مركز الشموخ، اسياد تريد ان تتسيد، العنود تريد ان تكون هي المعانده، تريد ان تعاند الجميع. اذا هنا البدايه، هنا البدايه مع العنود. الناموس الشوط الاول، الشوط الرئيسي هنا مع العنود، وهنا ايضا مع اسياد، هنا ايضا مع الشامخه، الشامخه الشامخه واسياد، اسياد والعنود. المعركة طاحنة ما بين الأسماء الثلاث، ثلاثية المقدمة، ثلاثية الانتصار. العنود العنود عاندت العنود، وأسياد تريد السيادة، أسياد تريد السيادة، أسياد مرة أخرى، أسياد العنود، أسياد أسياد والعنود، العنود وأسياد. اللحظات الأخيرة، اللحظات العصيبة، اللحظات التي ستحدد الناموس. أسياد مع الناموس، أسياد مع الناموس. سلام أسياد سلام. تهانينا أيضا لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني على الفوز بالمركز الأول. فايز من جديد اسكندر يأتي مشاهدين الكرام، ما بقى إلا اسكندر يأتينا ويتسلل في هذه اللحظات، ما بقى إلا مراد علمدار يا جماعة، مراد علمدار واسكندر هنا في المركز الخامس. ولكن نعود إلى الصدارة، نعود إلى القيادة، نعود إلى الريادة مشاهدين الكرام. الله، سوقان سوقان بدون أي تعليمات، بدون أي أوامر يتسلل ويحتل المركز الأول. يا سلام الناموس، الناموس نبعثه إلى مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في هذا المساء وفي هذه اللحظات، نزفها إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم على فوز صغان وتحقيقه بالشوط الأول الرئيسي للثنائي القعدان. تهانينا والناموس. هذه لحظات صغان إلى خط النهاية وبدون أي تعليمات. المركز الثاني ووصول صيبة والسيطرة من هذا الشعار أعزائي المتابعين، أعزائي المشاهدين على هذا الشوط. وكما أعلنت نجح بن فران في هذا الشوط نجاح باهر بأيضا الهاتريك في هذا الشوط، ثلاث مراكز بقيادة الكايدة ثم الدوحة وتليهم أيضا نصيبة. يا سلام، الله 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 الله، سلامي عليك يا بن فران، سلامي عليك يا مالك هذا الشعار سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني. تهانينا من المئتين متر الأخيرة، تهانينا على الثلاث الأولى، تهانينا على الفوز بالثلاث الأولى، تهانينا على هذا التألق، تهانينا على فوز أسياد وعلى أيضا فوز الكايدة. الكايدة قدمت عرض ممتاز، قامت راس وأنهت راس، وهذه ميزة في الهجن المتألقة. الله الله، لحظات الاقتراب، خط النهاية يرحب بهذا القدوم الميمون، لحظات الوصول شارك منطلقا بانطلاق ذاتي، بانطلاق مميز هنالك مع الأربعمائة متر. هنالك الشاهير بتحليقه الذاتي بأدائه المميز وبأدائه الاستراتيجي، هنالك ينطلق بهذا الشعار الذي يزين مسياره، وأيضا شاهين يزينه بأدائه وبانطلاقة الشعار هجن العاصفة المملوكة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم مع الواثق حمد بن راشد بن غدير واثق المضمرين. هنالك واثق بانطلاقة شاهين إلى خط النهاية بإعلان الفوز والناموس وبعث السلام إلى دولة الإمارات العربية المتحدة وخصيصا إلى دولة دبي. هنالك ثاني المراكز يتواجد جلاد كان الممتاز، المصدر الهام، مصدر الإلهام. إنه المركز الأول الذي يتحالف الآن، توقع الاتفاقية، مواثيق هنا، مواثيق ومعاهدات واتفاقيات تبرمها في هذا الموسم، تبرمها بلشة صاحبة البندقية الفضية أو الذهبية هناك في العام الماضي مع سن الجذاع. الله يا بلشة، هذه بلشة أيضا تنتزع المركز الأول وتنطلق مع هذا المكان الذي اعتادت عليه، انتظروها في هذا الموسم. هذه بلشة أيضا. تهانينا لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني على هذا الفوز الممتاز، على هذا الأداء والاندفاع الأكثر من ممتاز. تهانينا أيضا نزفها للمضمر الذهبي سالم بن فاران المري على تألق بلشة في هذا الشوط ويتحطم التوقيت مع بلشة. ناصع ناصع في المركز الثالث، ناصع يغير، ناصع يغير لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني. يا سلام، غير ناصع، غير ناصع، ناصع ناصع لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني. المركز الثالث، المركز الثالث اللي أراه يتسلل إلى ثاني المراكز.
يصل هنا رايد، رايد في المركز الثاني، ولكن ناصع، ناصع ورايد، رايد وناصع، السلامات في الشحانية يا جماعة، السلامات هنا في ميدان الشحانية، ولكن ناصع، 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 ناصع البياض، ناصع البياض مشاهدينا الكرام، هذا هو ناصع، هذا هو صاحب الكلمة، هذا هو صاحب الناموس، ناصع لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، نهنيه ونتقدم له بالتهنئة، كما نزف الثانية أيضا للمشاقب الذي يشاقب في الأمتار الأخيرة، نهني السيد محمد بن خالد العطية المركز الثاني يصل. بسم الله عليك تنطلق الآن، ولكن أيضا الأمتار ما في وقت سعد، ما في وقت، خلاص 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 خلاص، طارت الطيور بأرزاقها تقريبا، هذا الشوط يذهب مع مجرة، إذا الشعار السعودي يصل مع بسم الله عليك راعية الكاس في ثالث المراكز وخطيرة، يا سلام بسم الله عليك، بسم الله عليك قادمة، قدوم خيالي وقدوم سريع للغاية، ولكن خلاص 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 مشاهدينا الأعزاء، إذا هجن العاصفة تنجح في انتزاع هذا الشوط مع مجرة، مثلت هذا الشعار خير تمثيل، إذا تهانينا تهانينا لمالك هجن العاصفة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، وتهانينا لحمد بن راشد بن غدير، يا سلام لحظات الوصول والاقتراب من خط النهاية، تهانينا والناموس المركز الثالث سراب المملوكة لهجن العاصفة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، حمد بن راشد بن غدير بعملية التنظير، عفريت تأتي أو العفريت تأتي على المركز الثالث لهجن الرئاسة التابع لدولة الإمارات العربية المتحدة مع صالح بن سعيد بن العرج المري، وهنالك أيضا الأسماء القادمة، ولكن أعود مع الذيبة، من كشرت بأنيابها، من انطلقت مع المركز الأول، من اندفعت بهذا الأداء المتميز بالرقص الشحاني مع الأمتار الأخيرة، مع الأداء المتميز، سلام الشحاني، سلام على انطلاقة الذيبة وعلى اندفاعتها المميزة إلى خط النهاية بإعلانها لسعادة الشيخ الغاب حمد بن خليفة الثاني بأنها بطلت هذا الشوط الثاني، والتبريكات تزفها للمضمر سالم بن جابر بن فران المري، من يتميز بانطلاقة الذيبة وتوصيلها إلى خط النهاية هذا الشوط، غزو على الصدارة مع غزة، غزو على الناموس، غزو على المركز الأول، غزة إذن انطلقت مع المركز الأول ليكون الناموس قريبا كل القرب من غزة المنطلقة، من غزة التي اندفعت وتسللت على حساب مغيظة ليكون المركز الأول حليفا لها، سلام إذا سلام، سلام على غزة، سلام على هذا الانطلاق والاندفاع، المخزون الاحتياطي الكبير هنا مع غزة ومع مغيظة، ما شاء الله تبارك الله، الدفع تلقائي، الأمور تلقائية، تهانينا إذا لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني على فوز غزة ومغيظة بناموس هذا الشوط، مغيظة إذن مغيظة وغزة، غزة ومغيظة، تهانينا لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني على فوز غزة بالمركز الأول، المركز الثاني مغيظة. من ستنتزع هذا الشوط؟ شواهين الأمور الآن في صالحها وفي مصلحتها، في مصلحتها، في مصلحتها، ولكن الخوف، ولكن الخوف، الخوف يا بن هيان، الخوف يا بن هيان، المحبة من أعلنت الانطلاق، من أعلنت الطيران، 200 متر بس، هل ينجح بن فران في تغيير وقلب نتيجة الشوط؟ نحن نشاهد، ولكن الأقرب مشاهدين الأعزاء، الأقرب شواهين، 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 وبدون أوامر، اللحظات الأخيرة، اللحظات المثيرة، محبة محبة محبة، شواهين يا سلام، شواهين شواهين شواهين، الأمتار الحساسة، إذن شواهين تحافظ 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 على هذا المركز، تهانينا والناموس سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، الثلاثة الأولى تحكم القبضة وتحكم السيطرة وسارت بسرعة كبيرة الآن، ومظلومة مظلومة طارت، مظلومة انطلقت، مظلومة، مرحبا بهذا الوصول ومرحبا بهذا القدوم، حيوها تستاهل التحية، تستاهل هذا التصفيق الحار، يبدو أنها محبين، مظلومة 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 الطيارة، مظلومة الطيارة، العنود، تهانينا لسعادة الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل ثاني، ولسعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم بن فيصل ثاني، ولسعادة الشيخ عبد الله بن حمد بن جاسم بن فيصل ثاني، ولسعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم بن فيصل ثاني، ولمحبين هذا الشعار ولأنجاله الكرام، ما أتى هذا الفوز من فراغ، إنما بجد واجتهاد، من جد وجد يا الزعبي، ومن زرع حصد، ومشكور يا الزعبي، مشكور يا الزعبي، مظلومة الطيارة، 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 تهانينا والناموس، الناموس واحد حمد بن حليل بعملية التنظير و
ولكن الزعيم ينطلق على المركز الثاني دون أي أوامر تذكر على الزعيم. وبدأ الإقلاع، بدأ الانطلاق، بدأ هنالك ترتفع درجة حرارة هذا الشوط، الشوط بعجلة من أمره ما بين ممتاز وما بين الزعيم. الزعيم ممتاز، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، شوفوا 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 هنالك من اتسلل على المركز الأول، من انطلق الزعيم مع المركز المرموق، الزعيم مع التميز، الزعيم مع المقدمة، الزعيم مع السيطرة، الزعم الزعيم هنالك كما تزعم، هذا الشعار في الشوط الذي مضى. الزعيم هو صاحب الكلمة، هو صاحب الناموس، هو صاحب المركز الأول بشعار سعادة الشيخ عبد الله أو محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني مع سعيد الزعبي. أشكرك سعيد، هنالك من قدمت لنا الزعيم.